والصلاة والسلام على النبي محمد ما تقرب. أما بعد، نرحب بمعالي الأستاذ الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. أرحب بزملائي وزملائي مديري مكاتب وحدة تطوير البحث العلمي للجامعة. أرحب بالسادة الضيوف في الملتقى العلمي الأول بعنوان تطوير البحث العلمي بجامعة بني سويف، والتي يهدف إلى التعريف بخدمات وحدة تطوير البحث العلمي التي أنشئت طبقا لقرار مجلس الجامعة بتاريخ 26/6/2012. وتقوم الوحدة بمساعدة الجامعة في أداء رسالتها العلمية والتي تتمثل في المهام الآتية: التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، دعم الابتكار ومراكز التميز ومراكز الاختراع، الاستشارات ورقم البحوث والصناعة، النشر العلمي وجوائز الجامعة، دعم وتمويل المشروعات البحثية، التدريب والمؤتمرات، بنك المعامل والأجهزة العلمية، الوقف البحثي، التصنيف الدولي، متابعة شؤون المبتعثين. والآن نبدأ فعاليات الملتقى بكلمة الأستاذ الدكتور طريف شوقي فار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فليتفضل. اللي هم